أهلا وسهلا بكم في موجز الأنباء من الجزيرة. تم اليوم يعني في الحفصية الموجودة في البلاد التونسية القبض على مجموعة من المسلحين والنشالين، وكان ذلك في حدود الساعة 6 صباحا، وحاول البعض منهم الهروب على وسائل نقل متطورة، اعتبروهم متطورة، لعل من أهمها دراجة نارية حمراء من عيار 103 وأخرى سوداء من عيار 103 والثالثة أيضا من عيار 103، ولكن هذه الأخيرة تم سرقها لصديق لهم يقطن في حي راق اعتبروهم وهو السيدة. ومراسلنا من هناك أبو العلاء الحفيان يفسر لنا ويدقق لنا العملية. أهلا أبو العراء عفوا أهلا أبو العلاء الحفيان، كيف تفسر هذه الحادثة يعني، وما هو إحساس عائلة المجموعة أو العصابة يعني؟ تفضل أبو العلاء. أهلا فريق، أنا أظن اللي عفوا أنا أظن العملية هذه ليست إلا بعملية صغيرة، فهمت؟ وسوف تروا، سوف تروا كيف أن أولاد الحومة عفوا سوف تروا أن عفوا سوف سوف تروا غلط عفوا أخطأ سوف تروا كيف أن أولاد الحومة، فهمت كيفيه؟ سيردون، لا يسكتون أولاد الحومة. وتحب نحكي معاك نورمال فيريات وراسي ممكن انا باش يعديو هيك نورمال، خلي تبغى يتعديو اما سير ناكد لك اللي سير غيرك اللي شدوهم اليوم السنتروان تاع وتحومتنا في الصيدة براسي ممكن ما ترش حسير راو حاجة باااااز فطر في مخك. عفوا يعني ابو العلاء، شكرا لك على هذا التحليل، لكن عائلات عائلات يعني هؤلاء يعني مجرمين صاحب العبارة. ها فريد ما تقولش مجرمين، فهمت كيف؟ عفوا ابو العلاء، يقول ابو العلاء ان هؤلاء ليسوا مجرمون، بما تفسر انهم ليسوا مجرمون وانهم يختطفون ويسرقون وكانوا يحملون السلاح معهم؟ كيف تفسر انهم يحملون السلاح يعني في وطأ في مكان يعني حي سكني؟ يفلكوا مع بعضهم بالسلاح في الحومه، يفلكوا بالسلاح فهمت كيف؟ يلعبوا في غميضه بالسلاح وشي يا مكريان. شكرا ابو العلاء على هذا التحليل، اظن هو التحليل الصحيح يعني. شكرا ابو العلاء الحفيان. ابو العلاء الحفيان نذكر انه يقطن ايضا بجانب هؤلاء المسلحين، لكنه مراسلنا في تونس. دخل الى الجزيره بعد تدخلات من اولاد الحومه. شكرا لك ابو العلاء، الى اللقاء. مثلي ما بقى وفيها، السلام عليكم.